ده بقى السر ورا انك كنت بقول اللي بيشتغل بنفسه في الحاجه عنده هذا الشغف وهذا الولا، لانه هو اللي اشتغل بايديه في حاجات كتير من الحاجات اللي احنا بنستخدمها النهارده وبنستخدمها بمنتهى السهوله واليسر واعتبرناها حاجات عاديه. هبدا الاول ب يعني ايه احنا قفزنا 100 مركز. يعني خليني اقول لحضرتك ان ما تم في العشر سنوات يكافئ 30% مما تم من طرق على مر تاريخ الدوله المصريه. من ساعه ما قلنا يا طرق 30% ما اللي اتعمل في 10 سنوات يكافئ 30% مما تم على مدار تاريخ الدوله المصريه، وخليني اقول لحضرتك لاكثر من 30% كمان، لان كان المخطط انشاء 7000 كيلو حديثه بالاضافه لتطوير 10000 كيلو، ال 10000 كيلو دول بمثابه انشاء جديد. طبعا. يعني لو انا خدت طريق واحد زي طريق الصعيد الغربي اللي هو طريق نواه طريق قاهره كيب تاون، طوله داخل الدوله المصريه 1155 كيلو من 10288 كيلو كاجمالي طريق من القاهره لكيب تاون تقريبا. هذا الطريق تم عمل حارات مخصوصة للنقل، فدي طرق جديدة طبعا سواء للقادم من الجنوب أو للمتجه للجنوب، فده طريق جديد أنشئ. تطوير الطريق القائم بالإضافة لإنشاء طريق جديد، وخليني أقول لحضرتك بقى الفلسفة الجديدة اللي مصر دخلتها من 2014 هو عمل طريق خرساني لتحمل أحمال أعلى، معدل تكرار حمل أكتر، فيديني عمر افتراضي أطول للطريق أكتر. وده اتعمل في كثير من الطرق، ده كانت النتيجة بتاعته رفع درجة السلامة والأمان على الطرق بشكل مباشر، بالإضافة كمان بقى لعمل تقاطعات حرة. يعني إيه تقاطعات حرة؟ تقاطعات في مستويين، دوران الخلف في مستويين، ما بقاش في تقاطع سطحي وكده بالظبط، فده رفع درجة السلامة والأمان بدرجة أكبر، بالإضافة كمان لدخول مصر في مشروع الـ ITS اللي هو الانتليجنت ترانسبورتيشن سيستم اللي هو نظام النقل الذكي لتعظيم الاستفادة من النقل والتحكم الكامل فيها أثناء الحركة، فده رفع درجه السلامه والامان بشكل اكبر واكبر. فالنهارده انت سيادتك لما بتقدم 100 مركز ده مش من فراغ، ده من عمل ومن جهد على الارض، ودوله كانت بتسابق الزمن. النهارده شبكه النقل اللي اتعملت دي كانت تكلفتها كام، والنهارده لو حبيت اعملها كانت تكلفتها تبقى كام. شبكه الطرق دي غيرت شكل الحياه داخل الدوله المصريه بشكل عامل ازاي. صح. وبعدين الطرق هي ما بتعملش لوحديها، هي في تكامل بين بدائل النقل. انا عندي في حاجه اسمها بدائل النقل، الطرق دي احد بدائل النقل. النقل السطحي وده بيشمل الطرق والسكة الحديد ومون الجاف، في النقل البحري وده النقل يشمل النقل النهري والنقل البحري، في النقل الجوي طبعا مفهوم. فأنا عندي كانت منظومة النقل داخل مصر الدولة المصرية كانت تهلكت بشكل كبير، ومعدل الإنشاء أو التطوير فيها كان أقل ما يمكن. مفيش تنمية بدون نقل، التنمية والنقل وجهان لعملة واحدة. دايما بندرس إن النقل هو أحد أهم ركائز التنمية المستدامة، فكان لابد من يعني مسابقة الزمن في استرجاع ما كانت تحتاجه الدولة المصرية من تطوير لمنظومة النقل، مش فقط لمجرد التطوير، ولكن الهدف الرئيسي هو تحويل كامل الدولة المصرية لأكبر مركز تجاري ولوجستي عالمي. وخليني أقول لحضرتك أن العالم كان محتاج ده أكتر من مصر نفسها، لأن موقع مصر الفريد والمتميز اللي هو طول عمره مركز ثقل في حركة التجارة العالمية كان لابد من تعظيم الاستفادة منه. ما ينفعش يبقى الموقع الفريد ده ويتساب بالشكل ده. وخليني اقول لحضرتك كثير من الحاصل حوالينا ده يعني لمحاوله يعني بلد على ناصيتين، وفي نفس الوقت كانت شبكه الطرق بتاعتها او شبكه النقل بتاعتها متهالكه. ينفع ازاي؟ صحيح. بلد على ناصيتين، بحر متوسط وبحر احمر، فانا ملتقى التجاره ما بين الشرق، مش كنا بناخدها كده في المدرسه واحنا صغيرين؟ صحيح. وقناه السويس وكل الحواديت دي، واجي ادخل جوه البلد عندي شبكه متهالكه. بالظبط. خليني اقول لحضرتك شبكه طرق داخليه وشبكه طرق خارجيه. ده عندي دوله حضرتك احنا في عندنا مستويين، وكانت الدوله بتعمل على عده محاور في وقت واحد. يعني بلغ حجم الانفاق في تطوير منظومه النقل 1.1 تريليون جنيه، كان منهم 530 مليار جنيه لتطوير منظومه الطرق. حوالي 129 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحريه، 225 مليار جنيه للسكه الحديد بتعمل بالديزل، 1.1 تريليون جنيه للنقل الاخضر. وخليني اقول لحضرتك مصر كان ده ليها الرياده من اوائل الدول اللي كانت متجهه للنقل الاخضر. تخيل حضرتك مصر كان فيها التروماي سنه 1869، الترولي باص، يعني انت كنت من اوائل الدول اللي عندها نقل اخضر. فكان لابد من استرجاع ادوار هذه البدائل اللي كانت انقرضت تقريبا. يعني انا كان وصل عندي الطلب على النقل على الطرق 97% و2% سكه حديد و1% نقل نهري، فكان لابد من استرجاع ادوار بدائل النقل الاخرى ولتخفيف الضغط من على الطرق، لانها كانت بتتهالك بشكل سريع جدا
والإضافة لأن نسب الحوادث كانت عالية جدا. طبعا. النهاردة لما عملت تطوير شامل وفصلت حركة النقل عن الملاكي وطورت وأنشأت طرق جديدة وتطوير بدائل النقل الأخرى زي السكة الحديدية بتعمل بالديزل، دخول مصر في عالم القطارات السريعة، وخلينا أقول لحضرتك إحنا يعني عندنا المغرب عملت وعندي في السعودية معمول، فإحنا كان لابد من بداية. أنا النهاردة أنت بقيت سادس أطول شبكة على مستوى العالم، أنت هتعمل إن شاء الله 2250 كيلومتر، بال 2250 كيلومتر دي هتزود القدرة الاستيعابية تقريبا قد ال 10,000 كيلو بتوع القطار اللي بالديزل. يعني لما تشوف حضرتك قطار كهرباء الديزل اللي تطورته هتوصل حجم الشبكه ل 10,000 كيلو بعد عمل ازدواجات واطوال جديده، ليصل القدره الاستيعابيه لعمليه النقل 13 مليون طن سنويا وحوالي 2 مليون راكب يوميا. انت النهارده بعد ما تعمل 2250 كيلو فقط هتزيد من خلالهم 10 مليون طن سنويا و2 مليون راكب ايضا يوميا، يبقى اصبح الاجمالي عندي 23 مليون طن سنويا و4 مليون راكب يوميا. انت كنت في حاجه لده، في حاجه ربط المواني مع بعضها البعض، تقليل تعميق الغاطس مع عمل حواجز الامواج، الكلام ده كله انت بتعظم الاستفاده من موقع مصر، بقيت مركز للنقل، مركز للتجاره، مركز لكل شيء. انت النهارده زياره معدل ربط الدوله المصريه بمحيطها الخارجي ما كانش هيتم غير لما يكون عندك شبكه طرق داخليه قويه تربط الداخل القوي مع بعضه البعض، ثم زياره معدل ربط الدوله المصريه بمحيطها الخارجي من خلال تطوير المواني، افكار بقى زي الربط مع شمال افريقيا من خلال طريق الساحل الدولي، هروب مع شمال افريقيا بالكامل، طريق القاهره كابتاون اللي احنا قلنا عليه، من اسوان لتشاد انت وصلت غرب افريقيا، مقوله مصر مفتاح افريقيا انت بتفعلها، النقل النهري وتطويره والوصول بقى لقلب افريقيا وتفعيل ده ليه بعد استراتيجي تاني خالص. وخبرتك مصر هي المنفذ الطبيعي على البحر المتوسط للدول الافريقيه.